عالية هوبا يا دوبات. الله 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 سمير كمونة سمير كمونة سمير كمونة في الوقت القاتل سمير كمونة انت من الناس اللي بتتفائل وتتشائم ويوم الماتشات، انا بكلمك بقى كمدرب مش كلاعب، ويوم المباراه ليك طقوس معينه وتنزل الملعب برجلك اليمين وتنزل اول الاتوبيس ولا اخر الاتوبيس وحاجات بخاري يا حاجه والكلام ده وبخاري وخميس. لا تفائل بقى، يعني بتفائل بالخير بس تمام، لكن مش في صحيت الصبح في واحد انت مثلا ما بتحبوش لقيته هو في وشك قادم حياتي عاديه جدا، وطبعا كلنا بنتكل على ربنا ويوم الماتش ده طبعا لو شفت اي مدرب تلاقي وشه اصفر وتحت عينيه اسود وممكن مش مسرح شعره لا بجد في يعني المدربين بيبقوا مركزين الله يكون في عونهم بيبقوا مشدودين جدا. في مدرب ماتش ده يمشيك ويقعدك ماتش يجيب لك دوري ينزلك ما هو دايما يقول لك احنا دي المهنه اللي احنا مجهزين فيها الشنطه بتاعتنا بالظبط الشنطه والورقه والقلم يعني استقاله او كده بس يعني الواحد بيتفائل بالخير تملي يعني ان طبعا حته بقى الحسد والاعمال والحسد طبعا موجود والاعمال مذكور في القران طبعا ليك انما في الحاجات دي؟ لا خالص والله شوف بس لسه 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 جديد لسه لا والله لا بس انا يعني ما يعني واحد بيعمل حاجه وبتاع واتغلب او كسب يعني ايه بقول لك ايه في ناس كتير كنت تتخيل ان هم ما لهمش لا طلعوا في شيوخ مشايخ وروحوا لشيوخ طريقه وبتاع مين طيب لا انا هقول على الهواء لا انا هقول على الهواء لا لا يعني حاجات دي سيبها على ربنا وطبعا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى كلنا مقتنعين كده وانا اولهم يوم المباراه بالذات الواحد بيبقى مشدود ومتعصب لو معاك فرقه كويسه بتساعدك والامور الفنيه بتبقى ماشيه كويس انما حسد بقى الاعمال والسحر والكلام ده هو انت ما انت ايه بتسال المدرب فالمدرب بيقول لك انا مش في الكلام ده بس هو مش واخد باله في 30 لعيب في الفرقه وفي 30 لعيب في حوالي 10 ما بيلعبوش لا ال 10 دول خلاص ال 10 دول اللي هيقولوا عليك كل حاجه يعني لو العمليه ماشيه بالسحر والشعوذه في بلدين بدون ذكر اساميهم بلدين العرب يعني او كده ما كانوا خدوا كاس العالم صحيح ولا ايه واحنا كمان كنا يعني برضو انا لا الامور صعبه العمليه كانت مشيت معانا على الاقل احنا كنا خلصنا من كابتن مجدي عبد الغني 24 سنه 25 سنه ده كتير قوي يا كابتن والله هيزعل منك مين كابتن كابتن مجدي حبيبي ده حبيبي حبيبك اقسم بالله من اخ من الناس القليله اللي تقعد معاها تنسى خف دم على فكره لعب معايا في المقاولين لحقته كده على الاخر بس هو كابتن بقى حاسب محدش كان بيجي يسلم عليه مين كابتن بقى كبير محدش بيسلم عليه لا ده كان صاحبي يقعد جنبي وكده لا مش كده يعني جدع ومحترم جدا طيب فتحنا التليفونات لحضراتكم كمان تشاركوا معانا في الحوار مع كابتن سمير كمونه هاتوا لنا بقى الاسئله بتاعتنا بتاعت الناس على تويتر محمد بيقول كابتن سمير ليه سبت المحله برغم انك بتقدم ماتشات كويسه وليه مش بتدرب انديه في وسط الدوري وتحياتي لابراهيم فاشكرك يا ابو حميد اتفضل يا كابتن والله يا ابو حميد طبعا الفتره اللي انا قضيتها في المحله كانت فتره كويسه وزي ما قلت لك يا ابراهيم من شويه شكرت مجلس الاداره والناس ما قصرتش معايا الحقيقه ولا اللعيبه انما هي فتره ويعني نصيبي لحد كده السؤال الثاني اللي هو الفرق نص الجدول وكده ان شاء الله الفتره اللي جايه فيه حاجات كويسه انت قلت لي في الفاصل فكرني ما اتكلمناش على الكابتن عماد النحاس عماد طبعا الليبروهات كانت كويسه جدا وشخصيه محترمه وماشي كويس بشكل كويس مع فرقه اسوان انا نسيت بس عشان ما يزعلش عماد المجاهدين. حبيبي جدا لا المجاهدين كابتن عماد النحاس لا عمل عمل طفره الحقيقه ما لحقتوش بعض صح ما لحقتوش انا مشيت وهو جه مكاني خساره بس هو مصطفى يا كابتن سمير وحضرتك ليه لعبت قدام الاهلي ب 11 لعيب دفاع وقدام الزمالك كنت فاتح الملعب مش هتخلص من الاسئله لا هو في الاهلي ما لعبتش 11 ولا حاجه هو اللياقه البدنيه كانت ضعيفه جدا عشان كده بنلعب زون ديفنس وبنلعب على المرتده ده طبيعي على قد الامكانيات وقد البدن اللي انا موجود بيه الناس بقى ما بتاخدش بالها من الكلام الناس بتبص في النتيجه ما انت لازم تشرح عشان ده سؤال كويس برضو يستفيد هو لو مش فاهم يفهم عادي يعني لو انا زي ما انا بقول لك انا بتعلم هو في حاجات هو ممكن ما يكونش فاهمها فعلا انا اللياقه البدنيه كانت قليله وانا ماتش الزمالك ما كنتش موجود خالد وليد بيقول انت شايف دور حسام غالي مؤثر في الاهلي كام في الميه
80%. 80% طبعا نسبه كبيره. لا طبعا حسام لعيب كبير ومؤثر ومش في الاهلي بس، في المنتخب. عمر شلبي، الاهلي محتاج صفقات ايه من وجهه نظرك؟ الكلام اللي داير ان النادي الاهلي محتاج باك شمال. ورؤيتك؟ النادي الاهلي محتاج صانع العاب. صانع العاب باي نكهه باي شكل؟ هو حلوه الاجابه دي لانها مختلفه بصراحه، مش متخيل انك هتتكلم في المركز ده. مين يعني مدرب بقى مش لعيب دلوقتي؟ حد يوصل ايفونا بكره متقشره، حد يعمل ثرو باس، كورنر، يعمل فاولات على كل من على النجوم اللي موجودين دول. ما فيش صانع اللعب اللي انت عايزه؟ حد تاني. طب حد يكون مؤثر، لان ما حدش يعني انت يعني دي. هو صالح مشكلته ان هو اصابات. هو مش صالح لعيب كويس جدا ومؤثر. مش اصابات والله، مش اصابات اللي انا بقراه واللي انا شايفه داخل تحت المفرمه بس. يعني طب هيفوق نفسه؟ ما انت اللعيب بقى، هي دي بقى المشكله. اللعيب المصري انت دلوقتي شايف ان الدنيا واقفه معاك ومتمرنش كويس او في اصابات او في ظروف، في حاجه مع المدرب، اقعد مع المدرب اشوف ايه اللي ناقصني واعمله انا، اظبط واتمرن اكتر وعشان مستواي يرتقي، ان انا اخش الماتشات، لان الاهلي فيه نجوم كتير. انت لو عطلت نفسك انت في واحد هيخش مكانك. عبد الله سعيد ما مشيش في الدور انت بتقول عليه ده؟ لا عبد الله مؤثر جدا طبعا. هو انا بتكلم على صانع اللعب اللي حضرتك بتقوله. ما انا بقول لك اللي موجودين عبد الله ومؤمن ورمضان صبحي وحسام غالي وحسام عاشور والسوليه وكل دول تمام. انا عايز لعيب اشول. اشول زي وليد سليمان كده. يبقى متواجد مع دول يكملوا بعض، انما يعني ما هو حسام مش حسام غالي مش هيفضل يلعب طول عمره في النادي الاهلي. ما هيجي عليه فتره سنه الحياه ان هو هيبطل اكيد. فلازم تحضر حد ان هو يبقى الشيخ يمشي في المهمه دي. احمد الشيخ لعيب كويس مركون عرف ركنه، دي بتبقى وجهه نظر مدرب بقى. لو انت مدير فني النادي الاهلي تختار تشكيله تلعب بيها مين؟ تشكيله كامله. التشكيله اللي بيلعب بيها مارتن يول. والله مش هتدخل عناصر جديده؟ ايه مش هتدخل عناصر جديده؟ ما هو في مين بره؟ الشيخ وصالح. صالح سامع ان هو متعور، والشيخ ان هو ما بيشاركش بصفه مستمره. بس يجي عليه دور اديله ماتشات. والله بالتدريج واتعامل معاه معنويا كده وافوقه. بس ده طبيعي ان اي حد يتعرض ان هو يحط كابتن. بس مش موسم كامل مكان احمد. ايه مش موسم كامل؟ ما انا يعني بسخنه موسم كامل، او هو ما خدش فرصته موسم كامل. ما اصل انت جيت احمد الشيخ جه وابتدى مؤمن يفوق وعبد الله سعيد يفوق ووليد سليمان ابتدى يرجع وسوليه دخل في التشكيل. ما عناصر كتير قوي جه في وقت. عايز اقول لك في نجوم كتير. اسالك بس سؤال. هو على فكره لعيب مؤثر. اسالك سؤال. اتفضل. ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمك السيزون الجاي فرقه كويسه في الدوري، يبقى امكانياتها كويسه. احمد الشيخ لو في امكانيه انك تاخده عندك في فورا، يفرق معاك بنسبه قد ايه؟ 70%. طيب ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما هو فكر مدرب، ما هي مدارس. وجهه نظر مدرب، طريقه احمد الشيخ او فلان او ابراهيم او كمونه هتتناسب مع طريقه لعب هلعبه. ما فيش مدرب عايز يخسر. وطول ما انا بلعب بكسب خلاص. طول ما انا بكسب والعجله ماشيه خلاص مفيش مشكله. لو انا طبقت نفس السؤال ده على نادي الزمالك، نادي ايه؟ تشكيله نادي الزمالك. التشكيله المثلى يعني من وجهه نظرك. انا بقول التشكيله اللي كانت مع فيريرا اللي خد الدوري، كاس الدوري وكاس. هي انسب فتره كان بيعيشها نادي الزمالك. وبتهيألي هتغيب شويه عن الزمالك. لان هي فعلا مع احترام الناس اللي موجوده طبعا، الجهاز الجديد ده اتمنى له التوفيق، انما كان عامل حاله. كان عامل حاله. عامل حاله، وباسم كان فايق قوي، وكهربا كان فايق قوي، ومعظم اللعيبه كان في تجانس وفي ربط ما بينهم، عشان كده خد دوري وكاس. انا نفسي حياه الزمالك يقفل على نفسه. نفسي الزمالك يقفل على نفسه. هيفرق كتير جدا. طيب ناخد تليفونات حضراتكم. معانا على التليفون استاذ محمد. يا استاذ محمد اهلا وسهلا بيك. كابتن ابراهيم ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباحك زي الفل. اهلا وسهلا بيك حضرتك. انا بتشرف طبعا ان اتكلم مع حضرتك النهارده. تشرفني يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. وبحيي كابتن سمير كمونه طبعا، لعيب كبير. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اتفضل. انا كنت سمعت حضرتك من اول البرنامج. كنت عايز اوضح لحضرتك حاجه بس. صدر. على فكره انا مش بشغل اي حاجه في اتحاد الكوره. كنت موجود هناك بصفه شغلي، بشغلي وحاجه زي كده يعني. حضرت كان في كلام قدامي بخصوص كابتن رمضان صبحي. ايوه.
حد مسؤول من اتحاد الكورة. أيوة. فبقول له حضرتك انا كان نفسي اسافر الماتش بتاع روما بس ظروف مش سامحه. فهو رمضان هيلعب ولا مش هيلعب؟ قال لا، احنا اول ما كلمنا الكابتن كابتن زيزو قال لا رمضان صبحي في المنتخب ومش هيكون موجود مع النادي الاهلي. تمام. فانا بس عشان سمعت حضرتك ان هو ازاي يعني المنتخب اهم، طبعا ده كلام حضرتك مظبوط وده انا يعني ايوه، ما انا برضو ما استندتش، انا ما جبتش كلام من الهوا، ده كلام الكابتن سعد عبد الحفيظ. كابتن سعد عبد الحفيظ هو اللي قال انه احنا هنستند للوايح وانه والله يا فندم انا مصدق حضرتك. انا مصدق حضرتك. بس الفكره يا فندم انا بقول لحضرتك والله العظيم والله مصدقك، وانا برضو مصدقك حصل قدامي وانا مصدقك. هو كابتن معتمد جمال قال مسؤول الكابتن معتمد جمال قال كلام قريب من حاجه بتقوله، قال ان احنا جبنا رمضان. هو اتكلم على ماتش الانتاج الحربي وقال على ماتش الانتاج الحربي كمان، قال انه ماتش الانتاج الحربي هو النادي الاهلي عايز يلعبه، هياخده يوم 17 يلعب ماتش الانتاج الحربي وبعدين يسافر معاه يوم 18. ماشي. عايز تقول حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟ عايز اقول لحضرتك انت عامل حاله كويسه جدا في البرامج الرياضيه، انا بحترم حضرتك جدا. الله يعزك. انت قريب مننا سنا وبتوصل كل اللي احنا عايزين نسمعه والاسئله اللي احنا بنحب نسمعها والاجابات بتاعتها. الله يعزك. وبشكرك جدا على المداخله. متشكر لحضرتك جدا. بشكرك استاذ محمد. طيب هرجع ثاني يا كابتن سمير اذا اذنت لي. احنا دلوقتي كنا واقفين على التشكيله بتاعت النادي الزمالك، هي التشكيله الافوق لان الزمالك هي فريرة. النادي الزمالك خسر فريرة وهيفضل كل شويه نقعد نتكلم. دي وجهه نظري. لا ما انا انت عارف انا بحب كلها يعني. ما انا لو كلمت عن النادي الاهلي ممكن في مثلا حاجات بسيطه ما حدش هيزعل مني، انما لو دخلت حته المقارنه او الكلام دوت انت بتسالني سؤال واضح وصريح. عايز تقارن نادي الزمالك؟ انا ما عنديش مشكله. لا هكلمك عادي. ما عنديش مشكله، بس انا بقول لك هي بتبقى مدارس ووجهات نظر. فانسب فتره النادي الزمالك لما خد فيها دوري الكاس، ده انا دي من وجهه نظري انا انسب تشكيله وانسب حاله كان عايشها نادي الزمالك بقى له فتره ما عاشهاش. النادي الاهلي كان متصدر على طول وبياخد الدوري. بتبقى وجهات نظر رئيس نادي مجلس اداره. هرجع تاني لرؤيه حضرتك عشان هي مش فايتاني لانها مهمه جدا. لما كنت بسال حضرتك على صفقات النادي الاهلي قلت لي محتاج صانع لعب، واحنا قعدنا نفصل في اللعيبه، فحضرتك قلت لي لا احنا محتاجين او النادي الاهلي محتاج حد بشكل مختلف. صانع لعب هو المستقبل. طب ما تقول لي اسم كده. مش انا اللي هشتري. لا 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 ما انا فاهم يعني. قول لي اسم شايفه مثلا. لو صالح جمعه فاق و و و, و يعني بقى فت واتمرن كويس ودخل التشكيل الاساسيه او ال 18 لعيب، يبقى انت مش محتاج حد. مش محتاج حد. طيب ده انسب. مفيش باك شمال؟ مش محتاج الاهلي باك شمال؟ كان كله طول الوقت وجهه نظر. انا عندي صبري وحسين كويسين جدا. كويسين جدا. بيبدلوا مع بعض والفايق بيلعب يعني، بيتهيألي العمليه قريبه يعني. طيب عشان هسألك على حراسه المرمى، خليك فاكر لو انا نسيت. اسالك على حراسه المرمى في النادي الاهلي محتاجه تدعيم ولا لا؟ بس اخد تليفون من الاستاذ محمود. استاذ محمود اهلا وسهلا بيك، صباحك زي الفل، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بيك كابتن ابراهيم، بمسى عليك. اهلا وسهلا بحضرتك. ومسى على الكابتن سمير كمونه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل يا فندم. اول نقطه كابتن ابراهيم عايز اتكلم فيها. اتفضل. اولا يعني الاستاذ احمد حضري رئيس المنظومه العالميه للنادي الزمالك. طيب اتفضل. حضرتك ده كل ما بيطلع في اي حته مع اي اعلان لازم يجيب اسم النادي الاهلي جمله مفيده. كمل انا سامعك. ماشي حضرتك. تاني نقطة بقول لكابتن سمير انا بحبك قوي، واحنا الاهلاوية كلنا بنعشقك ونفسنا في يوم نشوفك يعني تمسك النادي الاهلي. ماشي. حاجة تانية يا استاذ محمود؟ نقطة تانية يا كابتن، يعني عايز اقول برضو النادي الاهلي ازاي نادي بقيمة النادي الاهلي ما يبقاش عنده باك شمال يعني ايه هجوميا كويس ودفاعيا كويس؟ يعني احنا عندنا حسين حلو هجوميا لكن وحش دفاعيا. صبري دفاعيا حلو لكن هجوميا وحش. ارجو الرد يعني. ماشي لسه كنا هنتكلم. النادي الاهلي هياخد الدوري باذن الله، والنادي الاهلي بطل افريقيا وبطل عالم ورقم واحد، واهلاوي انا وفاق ليا. ماشي يا سيدي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. استاذ محمود بيكلمك في الباك شمال، بيقول لك ازاي النادي الاهلي عنده الباكين الشمال الموجودين صبري حلو، واحد فيهم بيعرف يدافع كويس وعارف يهاجم كويس والتاني عكسه. ممكن نلعبهم جبهه باكو هاف. لا هو ايوه دبل فيس بالظبط. لا هو طبعا صبري ليه طريقه لعب وحسين ليه طريقه لعب. حسين هجومي كويس جدا وصبري ممكن يكون برده بيهاجم لكن بيدافع احسن. حسين برده بيدافع كويس بس ماشي. هي بتبقى يعني كل واحد فيه ميزه ودي بتبقى قدرات وامكانيات يعني. فانا وجهه نظر ان الاثنين كويسين يعني. حراسه المرمى في النادي الاهلي بتحتاج تدعيم ولا لا؟ شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم اثنين كويسين جدا وبياخد بطولات مع الاهلي وماشي بشكل كويس جدا وجون دولي
ليه غيروا تقريبا؟ شريف احمد عادل ما فهمش خلاف، اعتقد النادي الاهلي بيتكلم على حد يبقى مكان مسعد يعني. ما ده ماشي مفيش مشكله، ومسعد كويس برضو، انما لو بتتكلم على جون ثالث وهيجي برضو للمستقبل ده فكر كويس. ما تحرقش مسعد عوض، النادي الاهلي اداله في توقيت صعب يعني، ما استغلش ال بص هي مسعد حارس كويس بس اترمى في النار بادئ، في حاجه غلط حصلت ضرته. هو بيبقى عرض وطلب، انت وافقت خلاص استحمل، انت بقى بقدراتك وامكانياتك بقيت الحارس الاول او الثاني دي بتاعتك انت. لان ملهاش رد اكتر من كده، بالذات الحراس يعني. بالذات الحراس. طبعا. هو اللي بيختار اختار، هو عارف امكانيات نفسه، وهو قبل ما يجي النادي الاهلي او هو عارف هو رايح فين وجاي منين، فدي بيتهيألي هو اكتر واحد عارف. طيب. نرجع تاني لتليفونات حضراتكم، استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا ابو حميد؟ عليكم السلام. ممكن اطلب حضرتك ان انا اتصلت بيك. انا اللي بشكرك، بس ممكن اطلب منك طلب يا ابو حميد، ممكن توطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون، اتفقنا؟ ها يلا اعمل كده وانا مستنيك. انا حضرتك الاهلي بشجع الاهلي ونفسي الاهلي يبقى بطل، وبشكر سمير كمونه ونفسي يبقى مدرب النادي. شكرك يا حبيبي، شكرك. شكرك شكرا جزيلا. محمد انت عندك كام سنه يا حبيبي؟ انا عندي 11. عندك 11 سنه، تحب مين في النادي الاهلي؟ تحب مين في النادي الاهلي؟ بحب رمضان صبحي. رمضان صبحي، نفسك النادي الاهلي ياخد بطوله الدوري؟ اه. هتتفرج على ماتش الاهلي وروما اللي جاي ولا لا؟ اكيد اكيد. نفسك الاهلي يكسب روما؟ اه. طيب قول لي، لو بتتمنى تشوف ضيف عندنا هنا في برنامج السوبر من النادي الاهلي، نفسك تشوف مين؟ نفسي اشوف رمضان صبحي. ماشي يا سيدي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا قدرنا ان شاء الله باذن الله ونحقق لك اللي انت عايزه. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. هرجع تاني بقى، كنت بسالك في ايه عشان الحراس والنادي الاهلي والدعم وكده مكان مسعد عوض ممكن يبقى في حد، ممكن ممكن ممكن. ما ينفعش مسعد عوض يبقى حارس اول في اي نادي من الانديه الاخرى؟ لا ينفع. ينفع ينفع يشيل ممكن. الانديه اللي صاعده، جيش، انتاج، مقاولين، لو في محتاجين حد طبعا ينفع يقدر طبعا. طيب احمد هلال، هرجع لاسئله الناس على الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور سمير اندرسكور كمونه. ايه رايك في رمضان صبحي وشايف الاهلي محتاج ايه عشان يبقى فريق متكامل، وايه احسن مدافع في الدوري، وايه رايك في رامي ربيعه؟ حضرتك جاوبت على كل الاسئله دي قبل كده. دولا العالمي بيقول لك يا كابتن سمير، ايه رايك في اداء نادي الزمالك ومانويل مايوكا، وهل الدوري اتحسن من النادي الاهلي ولا لا؟ رايك ايه في مايوكا ورايك ايه في اداء النادي الزمالك؟ هناخد رمضان الاول طبعا. رمضان شكله تطور بشكل كبير جدا فنيا وبدنيا. مع مستر مارتن يول، وزي ما احنا كلنا بنسمع عن طريق الصحف والمواقع ان هو جاي له عروض اوروبيه، اتمنى له التوفيق رمضان من اللعيبه اللي هي اللعيبه الموهوبه، اتمنى له التوفيق طبعا، لعيب هايل. طيب السؤال اللي بعديه، رايك ايه في اداء نادي الزمالك ومانويل مايوكا اللي هو المهاجم؟ مايوكا فرد كويس، لما فرد الزمالك بتكون فايقه هو بيفوق معاه. ماشي، فده ده تقييمي ليه يعني. هو فرد هايل، جايب 5 اجوان او 6 اجوان مع الزمالك. صحيح. وفرد الزمالك طبعا زي ما اتكلمنا من شويه، هي بتبقى حاله، و بعض الفترات نادي الزمالك ما بيبقاش فايق، بتحصل مع اي فرقه. انما تيم نادي الزمالك الحقيقه يمكن عنده لعيبه موهوبه كتيره جدا زي فتحي وشيكابالا وكهرباء والناس، مجموعه وباسم، المجموعه اللي موجوده الحقيقه اللي بتلعب بصفه مستمره، مجموعه فيها مواهب كتير يعني. طيب ايسو سيف بيقول لك، انت شايف ان الوقت جه ان شريف يمشي، شريف اكرامي، ولا لازم نظام التوريث؟ يمشي من النادي الاهلي؟ يمشي ليه؟ هو يا جماعه احنا ما بنحاسبش الجون الحارس او اللاعب بالقطعه. فده يعني شيء برضو الواحد بيزعل الواحد قوي. يعني انا بلغه المدرب انا احسها اكتر يعني قوي، تضغط غصب عنك بقى يعني، الجمهور يضغطك انك تاخد اجراء ضد اللعيبه. من 5 شهور كنا بطل افريقيا وبطل مصر وكاس مصر ما ينفعش ما ينفعش. طيب نرجع تاني تليفونات حضراتكم معانا على التليفون، استاذ احمد مرسي، اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد، طيب وقع مننا، الدوري اتحسم للاهلي ولا لا؟ ده كان بقيه السؤال.
لا لو تفتكر سنه من السنين سنه 97 98 كان نادي الزمالك فارق عن الاهلي 13 نقطه والاهلي خد الدوري. ده التصريح الشهير بتاع كابتن ثابت البطل الله يرحمه. الله يرحمه. السنة الثانية كان 9 نقط. نفس الظروف دي هو 8 دلوقتي. 8 خدنا الدوري. فالكرة وارد فيها كل حاجة. وارد. الكرة غدارة زي البحر ما يعني عايز أقول لك انسى. ملهاش أمال. خالص. لسه الدوري في الملعب. وطبعا لعيبة النادي الأهلي لازم تفهم كده إن الكرة طبعا لسه الدوري ما اتحسمش. ممكن في خلال 3 4 ماتشات مكسب الأمور تتحسن إن شاء الله. طيب. دكتور محمد اتفضل يا دكتور محمد. اهلا بيك يا كابتن ابراهيم ازي حضرتك؟ اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. البرنامج الجميل بتاعك ربنا يخليك يا رب. وبحيي كابتن سمير كمونه اللي عايشنا في ايام جميله وفي افراح جميله مع النادي الاهلي ومع المنتخب. اهلا وسهلا. حبيت اتكلم بس اوجه رساله للمسؤولين عن اتحاد الكوره. ايوه. يا ريت نفكر بعقلانيه شويه في مشاركه رمضان صبحي في ماتش روما. اولا من كل النواحي رمضان صبحي اكيد مؤهل نفسيا بيتمنى انه يشارك في الماتش ده. عمره ما هيأدي في ماتش اوغندا وهو مرتاح ابدا مستحيل. ثاني حاجه في جاب 3 ايام بين الماتش ده والماتش ده. ثالث حاجه نبص لها معلش بعد اقتصادي بحت. طيب رمضان صبحي لما هيتباع هيتباع يعني لو ربنا كرم وظهر بصوره مشرفه في ماتش روما سعره هيزيد هيجيب عمله صعبه للبلد. يعني يا ريت نبص لها من الناحيه دي. نبص على الطفل اللي كان بيتكلم مع حضرتك من شويه. انت لو عملت استفتاء على الجماهير الاهلي كلهم اللي بيعدوا من 85% من الشعب المصري هيتمنوا لو سالتهم خيرتهم ما بين كده وكده رغم ان هو ممكن يلعب في كل شيء. يا سيدي نعمل دلوقتي نعمل دلوقتي حالا يا دكتور محمد. انا هطرح السؤال على كابتن سمير وللساده المشاهدين دلوقتي اهو حالا اهو. رايكم ايه؟ شايفين رمضان صبحي يشارك او لا يشارك مع منتخب بلده ولا يشارك مع النادي الاهلي في مباراه روما؟ يعني زي ما الدكتور محمد بيقول فرصه للاحتراف. انا طبعا موقفي واضح عشان ما اكذبش ولا الف وادور. انا مع منتخب مصر. يعني المنتخب مطرح ما يجي منتخب تقول لي مش هيلعب بمزاجه ومش عارف ايه، بس انا شايف انه يلعب مع منتخب مصر. يا دكتور بشكرك شكرا جزيلا. واحنا نسال حضراتكم بقى السؤال ده واخد راي كابتن سمير. كابتن سمير رايك ايه موضوع رمضان؟ هو النادي الاهلي قرر ايه؟ النادي الاهلي بعت خطاب للاتحاد قال له هيلعب معايا يوم 17 مباراه الانتاج الحربي وبعد كده خده. هيلعب مع المنتخب يعني؟ يلعب مع المنتخب. خلاص هو ده القرار الصح. ان هو النادي الاهلي شايف ان مصلحه مصر اهم من ماتش روما فخد القرار الصح. هو ده الصح فعلا. هو ده الصح فعلا طبعا. اي حاجه ثانيه غير كده ما مش هتبقى مقبوله. معلش اصل انت النادي الاهلي لو عمل غير كده هيفكر في مصلحته بس، مصلحه البلد. والراجل كابتن معتمد جمال بيبني فرقه وعايز يشوفه. صحيح كده؟ يعني الموضوع ماشي بطريقه صحيحه، مش عايزين يبقى فيها عطف زياده عن اللزوم وتحيز للاهلي اكتر من المنتخب. صحيح. عشان نرجع للموضوع القديم ده بتاع زمان، وكل واحد ليه وجهه نظر. انما وحبه للنادي الاهلي وحبه للنجم ده على عينه وراسه كل حاجه، انما برضه مصلحه المنتخب يعني اهم شويه من ماتش روما. طيب اخد اخر تليفون قبل الفاصل. استاذه نور اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الو اتفضلي يا فندم حضرتك على الهوا اتفضلي. انا اول مره مداخله تلفزيونيه يعني، بس اول ما شفت الكابتن سمير اتبسطت جدا قوي ان انا شفته. ربنا يخليكي اتفضلي شرفتك. اتفضلي يا استاذه نور. عايز اسالك كابتن سمير تقولي له ايه؟ انا عايز اقول له ان حضرتك كنت في احلى فتره في النادي الاهلي و طيب الاتصال انقطع. ناخد فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في حوارنا الممتع مع كابتن سمير كمان. يلا بينا.